ايها الحب الكريم مستمعينا الاعزاء، اجدد لكم التحيه مره ثانيه مع هذه المسيره المتواصله، وهكذا تتم هذه الانطلاقات في هذا المهرجان السنوي الكبير، شوطا يتلوه شوطا اخر ايضا بنفس القوه ونفس الشعارات ونفس ايضا الجوائز. نحن نذهب ايضا مع شوط اخر لفئه الابكار المهجنات الاصايل لابناء القبائل مع الخمسه كيلو مترات، علما ان الجائزه كاس على شرف سيدي الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه حفظه الله ورعاه. نتابع هذه الانطلاقة ونتابع أيضا هذا التحدي ونتابع المركز الأول وبرزه من تتقدم، راشد بن سعيد بن بنانة الاشتبي من يقدم لنا برزه في أول المراكز. المركز الثاني تأتينا حفلة حي بن خلفان بن محمد الهاملي من يقدم أيضا حفلة بالمركز الثاني. المتابعة من المركز الثالث هناك مياسة رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الاشتبي. أما الدور دور المركز الرابع فهنا واضحة، حارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي، والنقلة التالية إلى المركز الخامس مهيبة حارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي. هذه الخمسة المراكز الأولى التي أعلناها على مسامعكم في أول كيلو متر مشاهدينا الكرام، وفي شعارات أيضا على قائمة الانتظار تنتظر دورها، ولكن نحن أيضا ندور مرة ثانية ونعود إلى مقدمة الشوط لنتابع برزة وهي تتقدم بهذا الشعار، الشعار الأبيض بالأحمر. راشد بن سعيد بن منانة الاستبي من يتقدم إلى المركز الأول والمركز الثاني مهيبة حارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي، والمتابعة أيضا من المركز الثالث مياسة رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير من يرسل مياسة في هذه المواجهة. والمركز الرابع، المركز الرابع تأتينا واضحة حارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي. المتابعة من المركز الخامس تتقدم الآن اللي في المركز الخامس فهناك حفلة حي بن خلفان بن محمد الهاملي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى، ونحن نتابع نازلين وطالعين مشرقين ومغربين. الآن نعود مرة ثانية نتجه أيضا إلى لوحة الثلاثة كيلو مترات بقيادة مهيبة وحارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي من يقدم مهيبة، وإلها هيبة أيضا بين الأصايل في هذا الشوط لأن مكانها مرموق ومكانها حساس. هي تتقدم إلى الأمام المركز الثاني، المركز الثاني اللي وصلتنا في هذه اللحظات أيضا لمسلم طالب بن عقيل المري من يقدم لنا أيضا الشاهينية بالمركز الثاني. والمركز الثالث فتأتينا مياسة رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير. المركز الرابع فهناك التحرك من الذيبة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والمركز الخامس هناك أيضا اللحوق حارب بن خلفان بن سالم الشاوي القفلي. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء التي أعلناها على مسامعكم، ونحن أيضا في إذاعتنا الثانية نغادر لوحة الثلاثة كيلو مترات تقريبا انتصفنا في نص المسافة، 2.5 باقي، 2.5 كيلو متر تفصلنا عن الكاس وعن السيارة. نتابع المقدمة وما زالت مهيبة، ما زالت مهيبة محتفظة بالمركز الأول وهي تتقدم بشعار حارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي. ممثل اللبسة الدائم أيضا يتواجد متقدما، هناك اللحوق أيضا، اللحوق حارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي من يطلب المساندة من اللحوق اللي في المركز الثاني ليعلن وجوده على المركز الأول. المركز الثالث تتقدم برزة راشد بن سعيد بن منانة الاشتبي وجبار أيضا وصلت مسلم طالب بن عقيل المري هو من يأتينا بالمركز الرابع، ورشيد بن غدير بن سعيد بن غدير مع مياسة بالمركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في إذاعتنا ونيدانا الثاني، وما زلنا نتابع العرض الجميل على مقدمة الشوط. نتابع
مهيبه، حارب بن خلفاء بن سالم الشاوي الغفلي ما زال يقدم لنا مهيبه. اللحوق اللحوق لها صوله وجوله ايضا لها كلام اخر، نعم تركض وتعطي الشارد. الحوق اللحوق هذه عوايدها من العام، وصلت الى المركز الثاني بنفس الشعار ونفس المالك ايضا. وهنا ايضا يتواجد حارب بن خلفان بن سالم بالشاوي الغفلي، هو من يقدم هذه الاسماء، هذه الاسماء في دائرة الصراع. هناك صوغة قادمة، سعيد بن مطر بن محمد الرميتي يأتينا بالمركز الثالث والمركز الرابع، مياس رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير وأرزنة، أرزنة الله أرزنة، أرزنة في هذا الميزان وفي هذا التحدي. هني أيضا الغدوم، الغدوم من عسيلة، جار الله بن محمد، جار الله بن محمد، وصلنا 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 المري وصل. وهناك أيضا جنب بجنب إعلان سعيد بن مطر بن محمد الرميتي يعلن الهجوم، يعلن الهجوم. استعد يا بالشاوي، استعد يا بالشاوي، استعد يا حارب، حارب يا حارب، حارب يا حارب، حمر عين وشوارب، حمر عين وشوارب. يا سلام يا سلام، بدا العرض، بدا العرض، بدا العرض، وشمر يشمر عن سواعده. حارب بالمركز الاول والمركز الثاني، ولكن يا ابو يا الله عسيله، عسيله هاجمه، عسيله هاجمه بشعار جار الله بن محمد بن طالب العقيل المري. هناك البرنس، هناك البرنس يفتح، يفتح الكيلو المتر الاخير، يفتح الكيلو المتر الاخير بهذا العرض الجميل. المتابع ايضا من اعلان سعيد بن مطر بن محمد الرميتي وصوغه غاده. هناك ايضا سعيد بن مطر بن محمد الرميتي والقدوم من ارزنه، ارزنه، ارزنه. ولكن هني عسيله، عسيله ما اعطتني المجال، ما اعطتني في الدرب طوعه، ادركتني في اخر نهايه مركب وياها فاره قربوعه. يا سلام يا سلام يا عسيله، راحت راحت وهي تشم العسل وتشل تشم الانتصار وتشم ايضا الانتصار والزعفران. راحت بشعار الله، بشعار جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. من يتقدم الى المركز الاول يتقدم، ولكن هناك الهجوم ايضا، الهجوم الهجوم الهجوم. بالشاوي يهاجم المقدمه، بالشاوي يهاجم المقدمه، ولكن رشيد بن غدير مع مياسه الوصول من مهاجمه البريصي المري يهاجم 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 سعيد بن علي البريصي المري في اللحظات الاخيره. ومياسه، مياسه ايضا رشيد بن غدير، وعاد بالشاوي مره ثانيه، عاد بهجمه مرتده خطيره، عاد بهجمه مرتده خطيره. يلا 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 يا راعي عسيله، يلا يا جار الله، يلا يا جار الله، وصلك 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 راعي مهاجره، وصلك بالرايه، وصلك بالرايه، رافع رايه التهديد، رافع رايه التهديد. استعد 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 يا راعي عسيله، يا راعي عسيله، جار الله جار الله وبالرايه، جار الله وبالرايه. الناموس عسيله، الناموس ما طاع، ما رضي بن عقيل، ما رضي الا انه يوصل مع الكاس، الكاس لبن عقيل، الكاس لبن عقيل، الكاس لبن عقيل. سلام جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري المركز الثاني. هناك مهاجر سعيد بن علي البريص المري، والمركز الثالث الوصول من مهيبه حارب بن خضاب الشاوي الغفلي، المركز الرابع مياس الرشيد بن غدير بن بشتبي، والمركز الخامس ارزن الفطام بن حمود بن علي الجحافي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، واستمتعنا في هذا الشوط وشاهدنا ايضا العرض وشاهدنا ايضا عسيله وهي تذهب بالكاس وتذهب بالناموس. الجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل بن ناب المري، والتوقيت الزمني الذي تحقق ايضا مع الخمسة كيلو مترات. نتابع ايضا التوقيت الزمني من مخرجنا الذي يتواصل معنا ايضا ليعطينا التوقيت الزمني. طيب مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل ونهني كل الفائزين في هذا المهرجان السنوي الكبير. والشوط انتهى ايضا بفوز عسيله جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، واللي وصلت ايضا في المركز الثاني الله يقول الحق، قدمت عرس الشكر عليه اللي هي مهاجره للسعيد بن علي بن رايه المري. والمركز الثالث فهناك ايضا مهيبه الحارب بن خلهام الشاوي الغفري. المركز الرابع كان من نصيب مياس الرشيد بن غدير بن سعيد بن غدير. الآن نعطيكم التوقيت الزمني الذي تحقق مع عسيلة، بالتأكيد 7 دقائق. شوف التوقيت الزمني الذي رافقنا بالخمسة كيلو مترات التي تابعناها بالتنافس الشريف. التوقيت الزمني الذي تحقق مع عسيلة 7 دقائق و53 ثانية و5 أجزاء من الثانية.
تهانينا والناموس. المركز الثاني كان من نصيب المهاجم سعيد بن علي بن رايه المري، التوقيت الثاني 7:53 و8 اجزاء من الثانيه. تهانينا او الناموس. المركز الثالث فهناك ايضا مهيبه حال بن خضام الشاوي الغفري، التوقيت الزمني 7:55 4 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لكل الفائزين.